هيبيبليجيا لها تعريف. هنقعد في التعريف نص ساعة. السيح لمناسبة رمضان؟ فانوس. سي انف وبونبونة. سي جدا جدا جدا. هنقعد في التعريف تعريف نص ساعة. تقول لي في تعريف في الدنيا كده، اقول لك هو الهيبيبليجيا. وبعد ما نخلص التعريف عنوان تاني وخلصت المحافظة. عنوان تاني طبعا هما ست عناوين بس المهمين العنوانين دول. ايه تعريف الهيبيبليجيا؟ ما اقول لك الراجل اللي عنده هيبيبليجيا يعني ايه؟ يعني باراليسيس او باريسيس او ويكنس. انا قلت ثلاث كلمات، باراليسيس او باريسيس او ويكنس of one upper and one lower limb at the same side. Of one upper and one lower limb on the same side. Due to pyramidal tract lesion. Due to pyramidal tract lesion. Above C5. يستاهل نص ساعة شرح ولا لا؟ يستاهل. تعال الأول ناخد جزء جزء من التعريف. التعريف بيقول ايه؟ paralysis او paresis او weakness. paralysis يعني ايه؟ في حاجة اسمها active movement و passive movement. يعني ايه active movement؟ يعني ادي الواد ده بوكس، ده active movement. طب passive، ارفع ايدك فوق، ده passive movement. مش ضد حاجة ولا عملت حاجة، ده ايدي طبعا ونزلة، يبقى ده passive. loss of passive و active بقى paralysis. ارفع ايدك فوق، مش قادر طبعا. ما ابقى غبي لو قلت له طب اضرب اللي قدامك ده، اذا كان هو مش قادر يرفع ايده كده، ده passive مش قادر، هيعمل active. يبقى paralysis معناها loss of الاثنين، passive و active. طب paresis، loss of active بتنط بس، ارفع ايدك فوق يرفعها. طب امسك الكوبايه شاي مش قادر، يبقى loss of active لكن الباسيف موجود، ده paresis مش paralysis. طب weakness comparison بين اليمين والشمال، لقيت اليمين اضعف من الشمال، او مقارنه بما هو expected. يعني الولد ده اهو، انا متوقع اما يمسك ايدي يمسكها بقوه، دوس على ايدي، دوس، لا مش ده مش ده مش ده اللي يعمل كده، ده اقل من الطبيعي. يبقى كومباريزون اما بين اليمين والشمال او بما هو متوقع، ده الويكنس ضعف. يبقى تعريف الهيموفليجيا يبدا بايه؟ باراليسيس او باريسيس او ويكنس. متفقين؟ عارفين الفرق بين الثلاثة؟ of one upper and one lower limb at the same side، يا يمين يا شمال، واضح؟ طيب تعريف بيقول ايه؟ paralysis او paresis او weakness of one upper and one lower at the same side due to pyramidal tract lesion. المشرع اشترط كده، اشترط ان يكون الليجن في البيراميدال تراكت. تقول لي طيب ايه هو البيراميدال تراكت؟ اقول لك تعالى تعالى على حجر عمه بقى، لان البيراميدال ده هياخد مننا شرح تلت ساعة. عشان وليه اشمعنى البيراميدال تراكت اللي لو اتضرب يعمل هيموفليجيا؟ هنشوف دلوقتي الجهاز العصبي مكون من ايه يا ولاد؟ موتور سيستم وسنسوري سيستم واكسترا بيراميدال سيستم وسيربيرال. الكلام عارف يعني، هايف جدا. الموتور سيستم ده اللي هقف عليه. ليه؟ اذا كان انا بتكلم على باراليسيس، عن شلل، هتكلم على سنسيشن؟ لا، هتكلم على موتور سيستم. الموتور سيستم ده عباره عن ايه؟ ربنا عامل سيستم، سبحان الله، والله سبحان الله. اتحرك بيه، عايز امسك القلم ده، عايز امسك الميكروفون، عايز اديك بوكس، عايز اكل، كل ده موتور سيستم مكون من ايه؟ من خلايا. فين؟ في مخي.
ادي مخ اهو وخلايا هنا اهي في حته معينه اهي ادي الخلايا والخلايا مطلعه اعصاب اهي خلايا عصبيه لها اكسون اهو طويل اهو كل دول كل دول ماشيين ماشيين اهو بيتلموا وينزلوا يغذوا حاجه اسمها انتيور نيرف سيستم سمعتوا عليه والانتيور نيرف سيستم تطلع عصب بيروح للعضله ادي الموتور سيستم يبقى الموتور سيستم بدا فين؟ في السيريبرال كورتكس في المخ بايه؟ شويه خلايا اسمها ايه؟ اسمها موتور سيلز مين اللي عملها؟ واحد اسمه بيتس بي مش بي بيتس سيلز اهي دي طلعت اكسونز كلها اتلمت غزت انتيور هرمون سيل الانتيور هرمون سيل طلع منه نير مشي راح للعضله شغل سهلة؟ إذا هذا هو الموتور سيستم. الموتور سيستم مقسوم اثنين بالظبط. هنا لما باجي أغذي الخلية دي كل ما هو فوق اسمه أبر موتور. وكل ما هو من الأنتيريور هوم سيلف متنازل لور موتور. ليه أسيومه؟ ليه؟ لأن ليجن في الحتة دي غير ليجن في الحتة دي. مع إن الاثنين موتور سيستم. والاثنين ينتهوا بإيه يا أولاد؟ الاثنين ينتهوا بايه؟ شنب. ضربت فوق ليه ضربت تحت؟ العضله دي اتشلت ما بتتحركش بس دي اتشلت لو ضربت هنا اتشلت بطريقه الابر موتور ودي اتشلت لو من هنا لحد تحت بطريقه اللور موتور وشتان بينهم الاثنين مشلولين الاثنين مشلولين لكن واحد مشلول بطريقه والثاني مشلول بطريقه ثانيه الاثنين ما بيتحركوش لكن في صفات في العضله تخلينا نقول لا ده الضربه في المكان اللي فوق ده او الضربه في المكان اللي تحت شتانه بينهم خلاص واضح يبقى ما هو الموتور سيستم سيلز على الكورتكس مطلع اكسونز ماشيه جت لحد هنا في الانتيريور نيرف سيل عملت الريلي وبدانا قصه جديده عملت ريلي يعني خلاص بدات قصه جديده خليه جديده طلعت من هنا بنير من حد المصل عملت الحركه اللي انا عايزها. واضح؟ المشرع قال ديو تو بيراميدال تراكت ميشن. هو قال كده اشترط كده ليه؟ تعالى بلاش بيراميدال تراكت ده ابر موتور. موافقون؟ وده ايه؟ طب ما انا قبل ما اتكلم ابر موتور او لور موتور تعرف الفرق بينهم؟ اي نعم الاثنين مشلولين، الاثنين مشلولين لكن شتانه بينهم، ليه؟ الراجل اللي عنده ابر موتور نيورون وات از ذا فانكشن اوف ذا بيراميدال تراكت؟ ده اسمه بيراميدال تراكت. ده اسمه بيراميدال تراكت لانه ماشي زي الضرب كده. وظيفته ايه؟ يحرك. يحرك. عايز اعمل صباعي كده بالبيراميدال تراكت كده بالبيراميدال تراكت ايدي كده اي حاجه خلاص ما تتكلميش تمام لكن له وظيفه ثانيه التون بتاع الانتيريور نيرف سيل عالي جدا جدا يعني الانتيريور نيرف سيل ده لها تون عالي جدا كهرباء عاليه جدا بلاش تون عشان ما نعقدهوش كهربتها عاليه جدا تمام فاحد وظائف البيراميدال انهبت الانتيريور نيرف سيل اتلمي اتلمي ايه الكهرباء اللي انت عاملاها دي الله يخرب بيتك انت هتلبشي الراجل ده فبينهبت لما اقطعه فاقت هي كانت انهبتد فاقت فتخلي عضلتي خشبه يبقى اول فرق بين واحد ابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن التون اوف ذا مصر لو لقيت مشلول محدش يفتكر انه قوي بس التون عالي ايده زي الخشب ومشلول يبقى ابر موتور لماذا؟ لان البيراميدال كان انهبيتوري للانهبيتوري هرم سيل وقطعته فالانهبيشن راح فخدت راحتها واضح؟ ادي اول حاجه الاثنين مشلولين اذا ضربت هنا النتيجه شغاله واضح؟
نمرة اتنين، العيان ده لما اعمل له ريفلكس داخلين الكهرباء عندي، انا قطع هنا قطعت الانهبيشن بقى ريفلكس عالي جدا، اجي اعمل بايسبس اللي هي عالي لي اي حاجه ريفلكس عالي. لماذا؟ لان الانهبيشن اللي كان جاي من البيراميدال راح. بتكلم على ابر موتور نيورون ليجن، لو عملت ليجن اباف ذا انتيريور مسامير في اي حته هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ واحد هايبرتونيا موافقون، اثنين هايبر ريفلكسيا، خلي بالك ده مشلول، ده مشلول وعنده هايبر ريفلكسيا. نمرة ثلاثة، ايه اللي بيعمل البلك اوف ذا مصل؟ البلك اوف ذا مصل معمول، هتقول لي بلاد سبلاي ولا برافو عليك، يعني لما اقفل بلاد سبلاي المصل تروح والنيرف تروح. اللي عامل البلك اوف ذا بايسبس دي نيرف، مين؟ الانتيريور مسامير. الانتيريور مسامير هي عامله البلك، وبالتالي لما اقطع البيراميدال ما يحصلش ويستنج، ما يحصلش ويستنج، لان المصل الانتيريور مسامير شغال، وما دام شغال هتديني البلك اوف ذا مصل نورمال، بينما لو قطعت الانتيريور مسامير بقت كارثه، لان المصل البلك راح، ما هو لها تو سبلاي، بلاد سبلاي ونيرف سبلاي. النيورولوجيكالي المصل لها بلك بالنيرف مش بالبلاد بس، فلما اقطع فوق تقول لي طز طز المصل هتفضل زي ما هي. يبقى عندي ثلاث حاجات مهمه جدا 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 قبل ما اقول الرابعه، ثلاث حاجات مهمه جدا. واحد نو ويستنج، انا بتكلم على ابر موتور. اثنين هايبر ريفلكس، بنت عمها هايبر تون، التون عالي جدا، ايدي خشبه مش قادر افرتها ومشلول، فاهمين؟ نمر اربعه واخر حاجه اللي يميز البيراميدال. ساعات نسال نفسنا سؤال جميل جدا جدا جدا، ايه سبب الحضاره؟ طبعا كلكم هتبلموا، انت قاعد بعيد قوي، تعالى كده تعالوا اقعدوا هنا انتوا الثلاثه. ايه هي الجريمه يعني؟ انت ارهابي كده كمان يعني. ايه سبب الحضارة؟ التفكير. يا ريت يا ريت العلم كان سبب الحضارة. نعم. البشرية. سبب الحضارة صباع. اقسم بالله العظيم. سبب الحضارة صباع. القرد ما عرفش يعمل حضاره، رغم انه ذكي جدا ما عرفش يعمل حضاره. لماذا؟ لان صباعه ده مش كده، صباعه ده على ورا، لو شفت ايد قرد هتلاقي اربعه وصباع الخامس على ورا، ما يعرفش يمسك حاجه، ما يعرفش يمسك حاجه. انما الانسان ربنا عادل له صباعه ده، فقدر يمسك حجرتين خبطهم في بعض، طلع شراره، ولع نار، سوى اللحمة، اطمن على أكل بكرة، ابتدى يفكر. هو دي الحضارة؟ ما أنا طول ما أنا مشغول بأكل النهاردة مش هفكر، أنا قاعد يجري هاكل إيه؟ هو سوى اللحمة، اللحمة المستوية من البص قعدت لبكرة أو اللي بعده، قاعد يفكر لأنه خلاص مطمن على أكل بكرة. سبب الحضارة صباعك، يستحق تحترمه ولا لأ؟ صباعك ده. طب جميل جدا. طب انا لما العب في رجل قرد العب له كده، هو بيعمل ايه؟ بيروح مرجع صباعه الكبير ورا عشان يمسك شجره، هو ده وظيفته الوحيده، يتنطط من الشجره للشجره دي بايه؟ بانك تلمس رجله. طب ما خلاص انا هعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى راح باعت مع البيراميدال ده ما ينهبت هذا الريفلكس، لا قيمة له. يعني أنا مش محتاج إن أنا أعمل صباعي ده كده عشان أمسك شجرة، أنا ما بتنططش على شجرة، ده للقرد، تمام؟ طب البيراميدال اتقطع، رجعت قرد، رجعت كما كنت، ألعب في رجلك من تحت، ألاقي صباعك عمل كده،
استعدادا انك تمسك شجره لانك رجعت ارض. ده اسمه بابينسكي. بابينسكي ريفلكس ده بيراميدا. ده تقسم بالله العظيم اللي عنده بيراميدا. خلاص؟ لماذا؟ قطعت الانهبيشن بتاع الريفلكس. انا عندي ريفلكس لو العب في رجلك ما تعملش حاجه. لان ذيس ريفلكس از انهبيتد باي ذا بيراميدا. يعني لما العب في رجلك البيراميدا يقول لي ما تعملش الحركه دي، انت مش قرد. تمام؟ طب البيراميدا اللي اتقطع رجعت قرد. واضح؟ اما العب في رجلك تلاقي الصباع الكبير طلع على فوق. هذه الساينز الاربعه بتاعت بيراميدال تراكت ليجن. مشلول بهذه الصفات. هايبرتوني. هايبر ريفلكسي. نو ويستنج. مفيش ويستنج يعني سليم. اند بوزيتيف بلانتر ريسبونس. بوزيتيف بلانتر ريسبونس. واضح؟ يبقى لما نيجي نقول بقى تعريف كلمة بيراميدال ابتدت تبقى في ذهني. طب اشمعنى اشترط بيراميدال؟ طب تعالى معايا. البيراميدال نازل ادي السباينال كورد اهو. ادي انتيرو سنتيرو هنا يمين وشمال. والبيراميدال بيغذيها كلها يمين وشمال. هل ممكن اعمل هيموبليجيا بانتيرو سنتيرو؟ ازاي؟ اقول لك اخد الانتيير هرموسيل بتاعت الابر ليم والانتيير هرموسيل بتاعت اللور ليم وابوظه. تقول لي ده اصله لازم. مفيش مرض بيعمل كده. ايه المرض اللي ياخد الانتيير هرموسيل اوف ذا ابر ليم وفي نفس الوقت ياخد الانتيير هرموسيل اوف ذا لور ليم اوف ذا سيم سايد؟ طب ما ياخد ده وده. ما ياخد قصاد بعض. هات لي اي مرض ياخد زي البوليو. البوليو شال الاطفال. كان مرض انتير هورن سيلف بياخد مجموعه يعمل رجل او يعمل ايد. لما يعملش هذا المرض يبقى مستحيل. يبقى كوني اعمل هيموبليجيا من انتير هورن سيلف مستحيل. موافقون؟ طيب الروت، الروت اللي طالع هنا ضيع لي بقى الروتس اللي بتاعت الابر ليمب ده والروتس بتاعت اللور ليمب ده. مفيش مرض بيعمل كده خالص. اصله طب بليكسس، خد البريكيال بليكسس واللمبر بليكسس وضيعها. اني مرض بيعمل كده؟ واحد عنده كانسر بروستات خد اللمبر وبرونكيال كانسر خد البريكيال. اصله لازم. طب بريفرال نيرف، بريفرال نيوراتيز ده الاربعه بتاخده. ده مرض سيستميك ما ياخدش الناحيتين او ايد ورجل. طب ماي نيورال جنكشن، ماي سينيور جريفز سيستميك ديس اوردر. طب ماسل ديس اوردر ده مايوباثي ده سيستميك. يبقى ثلاثه مستحيل وثلاثه سيستميك. انا عندي اللور موتور نيورون سته، انتيرون سيل وروت وبلكسس وبريفرال نيرف وماي نيورال جنكشن ومصر. ثلاثه مستحيل اصل ولازم بألف بخرف وثلاثه سيستميك ديس اوردر. يعني بريفرال نيورايتس مرض بياخد الكل، مايوباثي مرض بياخد الكل، مايسينيا جريفز مرض بياخد العضلات كلها. يبقى لا يمكن اعمل هيموبليجيا بالور موتور. لا يمكن. يبقى الحاجه الوحيده اللي تعمل هيموبليجيا اقطع البيراميدا. واضح؟ فاضل حته بقى في التعريف اللي هي اسهل حته اباف سي 5. اعلى سيرفايكال رقم خمسه. لان بعد سيرفايكال رقم خمسه هيكون الابر ليمب خلاص سبلاي. يبقى الدراع سليم. تعمل مونوبليجي ما تعملش البليجي. يلا نقول التعريف تاني هتلاقوه سهل جدا. باراليسيس عارفين، باريسيس عارفين، ويكنس عارفين، اوف وان ابر اند وان لور ليمب اوف ذا سيم سايد عارفين. مش هتبقى امبليجي ديو تو بيراميدال تراكت ليجن. يس طبعا. عمري ما اعمل هيموبليجيا الا بيراميدا فقط. انما هيموبليجيا بلور موتور مستحيل اباف سي 5 عشان يكون ال بتاع تعب. يبقى الابر ليمب سبلاي لو نزلت عن سي 5 خلاص الابر ليمب از بريزرف سليم. يبقى مونوبليجيا ما بقتش هيموبليجيا. واضح؟ شفت التعريف قعدنا فيه قد ايه؟ سهل ولا صعب؟ اتفقنا. فهذا هو الايه الديفينيشن.
اول عنوان في الهيميفليجيا. What is the definition of hemiplegia؟ على فكرة انا ليا كتاب وبصوروه ووزعوه على بعض، يعني هاتوا حتى الهيميفليجيا بس، لا خلي بالك الهيميفليجيا بس هاتوها صوروها، اللي نقوله صوروه ووزعوه على بعض. العنوان الثاني مهم جدا جدا جدا، هو بقى ده الطب الثالث والرابع والخامس والسادس لا قيمة له، انما العنوان الثاني مهم جدا. طيب انت بتقول لي ان في خلايا هنا، ولا خاف تقول لي طلعت بيراميد التراك تمشي لحد الانتيور مسيل اباف سي 5، ولا خاف الضربه فين؟ الضربه فين؟ ضربتني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ فين؟ ده العنوان الثاني، ليفل اوف الميكانيزم. اين الليفل؟ من اول الكورتكس وانت نازل، تمام؟ عندنا ثلاثة ليفل كبار جدا جدا جدا. تعال نرسم رسمة خفيفة كده توضح لكم اللي بتاع. ادي هيمسفير اهو، ادي وجه المسفير صح، وادي ميد برين اهو، وادي بونس اهو، وادي مظلة اهي، وادي سباينال كورد، ادي الخلايا اهي، طلعت بيراميدال تراكت اهو، اتلم هنا في حته اسمها انترنال كابسول ومشيت، ولما نزلت هنا عملت كروسنج، عارفين انتوا طبعا، والناحيه الثانيه زيها مشي كلمه برين في البونز في المظله، وبعدين عملت كروسنج في اللي هو في الغرفه المظله، اتقطع فيه قد يتقطع هنا، ادي رقم واحد، قد يتقطع هنا اثنين، قد يتقطع هنا ثلاثه، الثلاثه دول هيمسفيرك، التلاتة دول في الهيمسفير هنسميها ايه؟ هيمسفيريكال هيميبليجيا، تنقسم الى ايه؟ تلاتة، كورتيكال وسب كورتيكال وكابسول. قدام عينيك وراك كورتيكال اهو رقم واحد، سب كورتيكال رقم اتنين، كابسول رقم تلاتة، واضحة؟ أو يكون الليجن في البرينستم، برينستم بونس ادي واحد ليجن هنا، او في البونز او في الميد برين، ميد برين او البونز اثنين، او في المدلة رقم ثلاثة صح، او بعد ما البيراميد عمل كروسنج حته صغيره جدا، من ساعه ما عمل كروسنج الى فين؟ الى سي 5، الى سي 5 اللي هي الحته دي اهي، ده سباينر. إذا أنا عندي الهيميبليجيا ثلاث مستويات، واحد هيمسفيريكال، الهيمسفيريكال مقسمة إلى ثلاثة، إما في الكورتكس أو السب كورتكس أو الكابسول، اثنين في البرين ستيم، في الميد برين أو البونز أو المظلة، ثلاثة في السباينال كورد. يبقى عندي كام سؤال هتسأله؟ سبعة أسئلة. الراجل ده كورتيكال؟ عندك أداء؟ لا. آه لا ده مش كورتيكال. الراجل ده سب كورتيكال؟ عندك ادله؟ اه لا ده مش سب كورتيكال. الراجل ده كابسولر؟ اه عندك ادله؟ لا ده مش كابسولر. يبقى الهيمسفير خلصت. الراجل ده مين برين؟ الراجل ده بونس؟ الراجل ده مظله؟ لا يبقى ما هوش برين ستيم. الراجل ده سباينال؟ يس. ادي السبعه ليفل. يبقى سيادتك لما تسال او تيجي لك حاله نيورولوجي هيميبليجيا هتسال كده، وير ذا ليفل اوف ذا ليجن؟ الراجل ده مضروب فين؟ في الكورتكس ولا في السب كورتكس ولا في الكبسول؟ هيمسفيريكال. في الميد برين ولا في البونز ولا في المظله؟ ادي برين ستيم، ولا ده سباينال هيميبليجيا؟ سهله، هنمسك واحده واحده نقول صفات كل واحده، كلهم ايه؟ بص عليك كلهم مشلولين،
كلهم مشلولين وكل الشلل ايه؟ أبر موفر موتش. لكن كل واحد بقى له مميزاته. كل واحد له مميزاته. واضح؟ يبقى سيادتك هتدرس سبعة ليفل بسبع السبع مميزات ده، كل واحدة لها ثلاثة أربعة، يعني هنتكلم في 21 نقطة. فاهمين أم غير فاهمين؟ كلهم مشلولين، كلهم أبر موتر، يعني كلهم في سباستيستي، مفيش ويستنج، وفي هايبر ريفلكسيا، وفي بابينسكي. أدي إيه الحاجة الأولى. لكن افرض أنا ضربت الكورتكس اللي هي رقم واحد، إيه صفات واحد عنده هيموبليجيا الكورتكس اللي مضروب؟ هناخد الكورتكس من الناحية دي بقى. ادي الاريا اللي بنتكلم عليها، دي اريا اللي هي الموتور اريا. الحصه الجايه في النيورولوجي، الحصه الجايه ان شاء الله اي سي جي، اللي بعد كده في النيورولوجي هنتكلم عن اللوكاليزيشن اوف ليجن اوفر سيربرال كورتكس. الكورس ده فيه ايه؟ الفيجن ايه؟ كلام ايه؟ حصه فيري انترستنج. الوظائف بتاعت الكورتكس فوق. فاحد وظائف الكورتكس موتور. في موتور اريا اهي، الموتور اريا دي خلايا كتيره جدا 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 بتسيلز، هي اللي بتطلع البيراميدال تراك. فاهمين؟ اول صفه من صفات الكورتيكال هيموبليجيا ات از نيفر هيموبليجيا. يعني اول ما الاقي واحد كومبليت هيموبليجيا اقول له تعال على جنب، انت مش كورتيكال. ما دام كومبليت فروم ذا ستارت، يعني هو بدا هيموبليجيا ايد ورجل مره واحده، اقول له انت مش كورتيكال. ليه؟ قول لي مين ياخد الليجن يضيع دي كلها في وقت واحد؟ تقول لي قفلت البلاد سبلاي، الحته اللي فوق لها بلاد سبلاي غير اللي تحت. ده انتيرو سيريبرال وده مين السيريبرال؟ ورم؟ اه يا فوق يا تحت. خبطه يا فوق يا تحت، دي كبيره جدا على انك تاخدها بليجن واحد. مفيش غير انك تتخيل واحد فتحنا جمجمه وجبنا موس حلاقه وشلنا الحته دي. هو ده اللي يعمل هيموبليجيا. يبقى اول صفه من صفات الهيموبليجيا الكورتيكال it is never hemiplegia. بس عشان تبقى محترم قول at the start of the lesion. يعني جايز ورم وابتدى ياكل من فوق ونزل نزل نزل حاجه هيمبليجيا بعد شهر. لكن هو بدا ايه؟ مونوبليجيا. يبقى كورتيكال هيمبليجيا never hemiplegia from the start. It is monoplegia rather than hemiplegia. ادي اول صفه. سهله ومنطقيه جدا. مفيش حاجة تاخد الحتة دي كلها، دي كبيرة، حتة كبيرة. فهتاخدها ازاي؟ اخدها بموس حلاق اشيلها. واضح؟ نمرة اتنين. أنا عايز أحرق اللمبة دي. عايز أحرق اللمبة. عندي طريقتين، يا أقص السلك يا أروح على الجنريتور. صح؟ الجنريتور اللي بيطلع كهرباء. أخلي يطلع كهرباء أعلى. بدل 220 فولت هديله 400، اللمبه هتعمل ايه؟ هتوهوت وبعدين تحرق. الاول هتولع زايد. ليه؟ لان انا بشتغل على مستوى الجنريتور، بينما مستوى السلك ما اقدرش غير اقصه. صح؟ انا فوق جنريتور ولا سلك؟ جنريتور. جنريتور. يبقى ممكن الاول الليجن يبقى ايريتيتف. يهيج المنطقه. مش ديستراكتيف. اي ليجن في السي ان اس يا اريتيتيف يا ديستراكتيف. صح؟ ممكن ليجن في الاول يبقى اريتيتيف، يبقى هيوهوج. هيوهوج يعني ايه؟ يعني هيطلع الحركه وانا مش عايزها. انا بهيج الخلايا دي، انا ايدي بتعمل كده. وانا مش عايز اعمل كده خالص. يبقى لو العين قال لي على فكره انا كان بيجيلي تشنجات قبل ما اتشل، اقول له اقسم بالله العظيم انت كورتك. عارفين الصرع؟ مش الصرع بيسند، ما هو كهرباء زياده في الخلايا دي. هي كهرباء زياده، فانا بعت له كهرباء زياده بتيومر بانفكشن باي حاجه. يقول لي انا قبل ما اتشل كان بيجي لي تشنجات. يبقى ده باراليسيس از بريسيدد باي موتور جاكسونيان فيت. اقسم بالله العظيم ده كورتيكال.
لا يمكن غير كورتيكال يعمل كده. لان اما خلص عايز تمشي؟ تعالوا هنا. انت بتشاور لهم؟ بعد ما تشاوري لي فرحت. في النص في النص في النص عشان ما تعبش. واضح؟ فالصرع ايه؟ الابيليبسي اللي تسمعوا عنه كهرباء زياده في الخلايا بس يقعد يعمل كده. طب واحد قبل ما يتشل كان بيعمل كده، يبقى الخلايا اللي اتشلت كانت اريتيتد الاول. كانت اريتيتد فبقى عنده موتور جاكسونيان فيت، لقيت حاجه سهله جدا جدا جدا. اقول له اقسم بالله العظيم انت كورتيكال، هل ممكن اعمل موتور جاكسونيان فيت ببيراميدال تراكت؟ نيفر نيفر، ده يتقطع بس. انما ده الخلايا اللي بتطلع كهرباء فهي مطلعاها زياده فعملت هذه التشنجات. يبقى ما هي صفات الكورتيكال هيمبليجيا؟ It is never hemiplegia from the start of amnesia. It is preceded by motor jacksonian fit. الملمس الكورتكس، الكورتكس اهم حته في الجسم. اهم منطقه في الجسم الكورتكس. اما المسه غالبا عيني يبقى كوماتوس. لعبت في الكورتكس كوما. تمام؟ يبقى القصه معاها كوما. انه جاي المستشفى كوماتوز وايد واحده مشلوله وكان فيها تشنجات لاولاده اللي بيقولوا، اقول له اقسم بالله العظيم انت عندك كورتيكال ليجن غالبا هيموريدج نزيف واخد كورتكس. طيب فاضل حاجه اشمعنى دي اللي هتتاخد؟ انا عندي كورتيكال ليجن هنا، اشمعنى بس الموتور هنا؟ طب ما اخد السنسور اريا معانا، طب ما اخد الانر سبيتش، هيبقى في اذر كورتيكال مانيفستيشن. هذه الاربع صفات بتوع الكورتكس فول ستوب. اما اقول لك بقى في الامتحان هاو كان يو دايجنوز كورتيكال هيميبليجيا، تقول لي ات از نيفر هيميبليجيا فروم ذا ستارت، ات از بريسيدد باي موتور جاكسونيان فيت، ذا اونست از يوجوالي باي كوما، اند ذير از اذر كورتيكال مانيفستيشن لافيزيا هنتكلم عليها في المحاضره الجايه اللي هي الكورتيكال سنترز كلها هتعرفوها. واضح؟ سهله؟ سهل ولا صعب؟ شفت النيورولوجي سهل ازاي؟ والله اسهل من اي سيستم تاني، اقسم بالله العظيم اسهل من البلاد. شوف البلاد سهل ازاي، ده اسهل من ليه؟ السيستم الوحيد في امراض بطنه اللي 1+1=2. ما فيهوش لا لف ولا اكسبشن ولا دوران ولا اي حاجه. 1+1=2. طيب فاضل بقى مين؟ نمره 2 سب كورتيكال. سب كورتيكال ابتدت الفايبرز تتلم، الاكسونز بتاعت الخلايا بتتلم على شكل هرم زي الكورتيكال بالظبط، زي الكورتيكال بالظبط ولكن مور اكستنسيف. هو ده كان ايد، ده ايد وترنك، لان انا ابتديت الم الفايبرز، فلما اخد سنتي هنا هياخد فايبرز اعلى من لو سنتي فوق. واضح؟ يبقى مور اكستنسيف. مفيش فيت، مفيش موتور جاكسونيان فيت، لان انا مش كهرباء مش خلايا. فهي مفيش دكتور سواء نيوروسيرجن او نيورولوجي او كريتيكال كير زي حالتنا يستطيع ان يفرق بين الكورتيكال والسب كورتيكال. اللي بيفرق بينهم ام ار اي. يعني لما نعمل ام ار اي اي عيان عنده سب كورتيكال ليجن لو امتدت سنتي بقت كورتيكال، اي عيان عنده كورتيكال ليجن لو امتد السنتي بقى سب كورتيكال. الكورتيكال بيبقى سب كورتيكال وسب كورتيكال بيبقى كورتيكال. التفرقه بينهم يعني سبليتنج اوف هير، انت قاعد ماسك شعر عايز تقسمها اتنين ما بتتقسمش. خلاص؟ ادي موضوع خلص اهو، انه كما كورتيكال بالظبط ولكنه مور اكستنسيف. كبسولار بقى لميت الفايبرز دي كلها في سنتي. سنتي الانترنال كابسول قد كده صغيره جدا جدا جدا. واضح؟ يبقى ايه القصه بقى؟ بصوا ايه ده؟ فكروا انا بس ايه ده؟ كل الخلايا كونسبشن
لا يمكن يبلغ طبعا، لا يمكن، لا تحشيش يعني، واحد حشاش قاعد يرسم ده فدان قصب شايفه من الطيارة. أنا ماشي بطيارة وده فدان قصب شايف القصب مثلا، خلاص؟ ما لميت القصب على لميت القصب على الأرض. طب إيه ده؟ وقفت القصب. ده قشرت القصب. بنقل القصب. حطيت القصب في العربية عشان أدي مصر. خلاص؟ بقى عندي فدان قصب والقصب على الأرض والقصب كله في العربية. افترض القنبلة بتضيع متر. رميت قنبلة بتضيع متر. متر هنا خد 100 قصبة. لكن متر هنا خد 300 قصبة. بينما متر هنا خد القصب كله. دي الكورتيكال، دي السب كورتيكال، دي الكابيتال. واضح؟ الكورتيكال الليجن هياخد شوية صغيرين، عمره ما يعمل هيموبليجيا. It is monoplegic. السب كورتيكال مور اكستنسيف، أكتر شوية. كابسولار كومبليت فروم ذا ستارت. لأن كل الفايبر متلمة في حتة قد كده. بفيسل واحد. اتقفل الفيسل انتهيت. كومبليت هيموبليجيا فروم ذا ستارت. يبقى ايه اول صفه تجي لك في الامتحان؟ انت اللي هيجي لك كبسول. اللي هيجي لك في الامتحان عيان انترنال كبسول بايس، هو اللي عامل هيموبليجيا. وانت مغمض كده تقول له يا بيدي فحصت عيان كويس جدا جدا، طبعا انت بتهرج يعني، لا فحص ولا تنيل. وايه دي يا ابني؟ دي كبسول يا بيه. برافو يا ابني، عرفت منين؟ اصل يمكن تكون كورتيكال. كورتيكال مونوبليجيا. والسب كورتيكال زي الكورتيكال. لكن الكومبليت فروم ذا ستارت الكبسول. واضحه؟ طيب صفاتها الثانيه بقى، يلا تعالى بقى حجر عمو، اشيل حجر عمو دي، تمام؟ لما تسجل هتشيل. حاضر. تعالى بقى نشوف الانترنال كبسول فيها ايه وشايله ايه وكده عشان اشخص لك صح بقى. ادي الانترنال كبسول يعني. عامله كده. طب اعمل بايدك انترنال كبسول في مخك. اعمله لك. لا ده قله ادب حتى. ها؟ عامله كده. يمين وشمال كده، يعني الزاويه على بره مش على جوه. ولا كده. كده في الكلب. عشان كده دورسال وفنترال. انا خدتها في السيولوجي، انها في البني ادم كده. الزاويه على بره. دي انترنال كبسول، لمنا فايبرز كلها، فلما في الاول ايه؟ موتور فايبر. كل الموتور فايبرز ملمومه في سنتي في الانترنال كبسول. ثم وراها سنسوري فايبرز اهي. يبقى ام موتور فايبرز، اس سنسوري فايبرز. بعديها دغري هناخدها ان شاء الله فيجوال فايبرز، لما هديكم الفيجوال باثواي المحاضرة اللي بقول لكم عليه localization دي فيها visual pathway مهم جدا جدا جدا. هناخده بالتفصيل هتتمتع بيه. فهل هتقتصر القصة على موتور فايبرز؟ واحد عنده انفاركشن يقول له انا هموت لك الموتور فايبر بس عشان تتشل بس. تمام؟ لا، السنسور هتاخد. السنسور فايبرز هتاخد. وبالتالي لا عجب ان الاقي النصف المشلول ما بيحسش. هات الدبوس يا جدع، حاسس كده؟ لا كده، لا كده، لا كل النص ده مش حاسه. يبقى عنده نمره واحد كومبليت هيموبليجيا فروم ذا ستارت اوف ذا ليجن. موافقون؟ موافقون. اثنين عنده هيمي انستيزيا ات ذا سيم سايد اوف هيموبليجيا. الناحيه المشلوله ما بيحسش بيه. ركزوا في دي لان جاي العكس بعد شويه. هيجي العكس بعد شويه. يبقى عنده هيمي انستيزيا اوف ذا سيم سايد اوف هيموبليجيا. خلاص بقت سهله. والفيجن هناخدها المحاضره الجايه. عنده حاجه اسمها كروست هومونوموس هيمي انوبي. انا قلت ثلاث صفات، هم خمسه، انا قلت ثلاثه منهم. واحد كومبليت هيموبليجيا فروم ذا ستارت.
نايم صحي مشلول، ماشي وقع مشلول ايد ورجل في نفس، يبقى كبسه وانت مغمض. نمرة اتنين، هات الدبوس ما بيحسش ناحية المشلول. هيمي انستيزيا اند سيم سايد اوف امبليج. ليه؟ سنسوري فايبرز ورا الموتور فايبرز مباشرة. مش معقول الليجن هياخد ويسيب كله، هيشيل كله تمام. وعنده حاجة اسمها كروست هومونوموس هيمي انوبيا، هناخدها ان شاء الله لما اخد الفيجوال باثواي. هتعرفوا الفيجوال ماشي في الحتة دي فيها ايه؟ فيها كذا وكذا، يبقى هيدينا كروست هومونوموس هيمي انوبيا. فاضل حاجتين مهمين جدا جدا، تعال معايا نشوف هنشوف ايه. تعال بص بقى، ادي البرين ستيم، ادي ميد برين، ادي بولز، ادي ميلان، صح؟ وادي البيراميدال نازل وهيكروس، وادي البيراميدال نازل وهيكروس الناحية التانية. مش في حاجة اسمها كرينيال نيرف؟ سمعتوا عليها؟ الموتور كرينيال نيرف مش عايزها بيراميدال؟ زي ايدي بالظبط زي رجلي. يعني لما اجي احرك وشي بحركه بالفيشيال، بحركه بالبيراميدال. خلاص؟ طيب البيراميدال اللي نازل ده ادي كرينيال نيرف اهو. وادي كرينيال نيوكليوس اهي. النيوكليوس اوف ذا كرينيال نيرف هي الانتيريور نوسيب اوف ذا سباين. يعني البايسبس عندي لها انتيريور نوسيب واخده بيراميدال اللي هي الابر موتور واللور موتور. خلاص اتفقنا عليه. النيوكليوس بدل ما اقول انتيريور نوسيب تبقى قله ادب، لان لا هي انتيريور ولا في هورن، فهنسميها نيوكليوس. خلاص واخده بيراميدال زيها زي اي حاجه. البيراميدال بنمشي من ده هنا بيديها ادي البيراميدال بتاعها، وادي البيراميدال بتاعها، وادي البيراميدال اهو بتديها لسه. لكن سبحان الله سبحان الله، مين اهم، ايدك ولا تبلع؟ ايدك ولا تشوف؟ ايدك ولا تسمع؟ كل ده اهم. كرينيال نيرف اهم مليون مره سبحان الله. عشان كده واخده بايلاترال بيراميدال سبلاي، واخده بايلاترال بيراميدال سبلاي. يبقى ده البيراميدال ده اهو، والبيراميدال الثاني اللي ماشي اهو بيسبلاي نفس الحته. واضح؟ يبقى في الهيليوبليجيا لا يتاثر كرينيال نيرف. قطعت بيراميدال، كرينيال نيرف تقول لي طز فيك، ما انا واخده بيراميدال تاني، مش هيحصل لي شلل. لماذا؟ لان انا مش واخد بيراميدال واحد، انا واخد اثنين. واضح؟ فاهمين؟ شز عن القاعده جزئين، شز عن القاعده جزئين. ادي النيوكليوس رقم سبعه اللي هي الفيشيال، النص التحتاني خد يونيلاترال بيراميدال بس، والهايبوجلوسال بتاع اللسان واخد يونيلاترال فقط. دول اللي اتفضلوا، دول اللي اتفضل. لو قطعت بيراميدال يتفضح مين؟ اللور فيس تشل عشان واخد بيراميدال واحد، واللسان نصه يتشل عشان واخد بيراميدال واحد. واضح؟ فاهمين؟ ادي خمسه وسته. يبقى وات از ذا كاركتر اوف كابسولار هيميبليجيا؟ واحد، it is complete from the start of the lesion. اثنين، heavy anesthesia at the same side of amplification. ثلاثة، كروست هومونوس هيمي انوبيا، انظر بعد ذلك. عندي طالب عمل كده في امتحان بكالوريوس، لقيته كاتب ايه؟ عامل كومبليت كروست هومونوس، انظر بعد ذلك. هو كاتب كده في المحاضره، افتكر انظر بعد ذلك المحاضره الجايه يعني. وعنده حاجتين مهمين جدا، اني كرينيال نيرف اللي بتاكله؟ اللور فيس والهايبوجلوس فقط. واضح؟ طيب اللور فيس ات ذا سيم سايد اوف امبليجيا، نفس الناحية تلاقي بقه معوج شوية، عنده فيشيال بس عينه سليمة. ليه؟ لأن الأبر نيوكلاس نورمال واخدة بايلاترال ولسانه نصه مشلول. لسان يتعوج فين بقى يا جميل؟ ما تتعوجش يا حلوف. لسان يتعوج فين؟ كده؟ يعني يشاور على الهيموبليجيا ولا عكس؟ عكس يشاور على الهيموبليجيا. الله اكبر، الله اكبر يعني صح؟
طيب عايزين نحفظ، نحفظها ازاي؟ ده اللسان، احفظ وراي. ممكن اشيل بونبونة؟ ممكن. ادي اللسان، احفظ وراي. اللسان يزق ولا يشد. اللسان يزق ولا يشد، يعني عايز اجيب لساني كده، العضلات دي اللي بتجيبه كده. العكس، طب عايز اجيب لساني يمين، العضلات الشمال هي اللي بتزق. اللسان يزق ولا يشد، تمام؟ طيب دول اتشلوا، الابر هيبقى هيبقى في السليم، يروح جايبه كده، يبقى مش هقول لك على الهيموبليجيا. لو انت حلوف والعين كوماتوز ومش عارف بتاع الشلل فين، افتح بقك بالعافيه، افتح تلاقيه عامل كده. يعني يقول لك الهيموبليجيا يمين او كده، الهيموبليجيا شمال. اللسان ايه؟ يزق ولا يشد. ولا يشد. يبقى ادي الخمسه كاركتر بتاعت الكبسولار هيموبليجيا. واحد كومبليت فروم ذا ستارت. اثنين هيبي انستيزيا ات ذا سيم سايد اوف امبليجيا. ثلاثه كروس هومس فلور. انزل بعد ذلك لازم تقول كده، تمام؟ لور فيس باراليسيز ات سيم سايد اوف امبليجيا. ذا تانج از ديفيتد تو ذا سايد اوف امبليجيا، لان السليم هيزق، ما هو ده اتشل، واللسان يزق، فالسليم هو اللي هيشتغل. الثاني انت عايش بالتوازن، واحد بطل الثاني هيزق. فاهمين؟ سهله. ادي الثلاثه هيمسفيريكال هيموبليجيا، كورتيكال، سب كورتيكال، كابسول. تعالى بقى على مين؟ برين ستيم هيموبليجيا. الثلاثه دول، الثلاثه دول هنسميهم عنوان. انت سرحان على طب احلف، انا اقسم بالله العظيم ما انا سرحان. لا اللي ورا انت سرحان من الاول، مش هتحلف. واضح يا اولاد؟ هنسميهم اسم جميل جدا جدا مش هتفهمه الا لما اشرح. اسمهم كروس هيموبليجيا. ثلاثة. لما الاقي كروس هيموبليجيا اقول لك اقسم بالله العظيم ده برين ستيم. يعني ايه كروس؟ بص معايا. يعني اليمين يشيل الشمال والشمال يشيل. انا عملت ليجن هيلف. خد ايه؟ خد حاجتين. خد نيوكليوس وبيراميد. طب البيراميدال ده لسه هينقل الناحيه الثانيه، يبقى الهيموفيجيا بالعكس. يعني هاخد ده شمال يبقى الهيموفيجيا يمين، لكن الكرينيا نيرف شمال. الاقي كرينيا نيرف على ناحيه وهيموفيجيا على ناحيه ثانيه. في الثلاثه في الميد برين والبونز والنظر اسمهم ايه؟ كروس هيموفيجيا. يعني ايه كروس؟ يعني كرينيا نيرف على ناحيه وهيموفيجيا على الناحيه الثانيه. ليه؟ انا خدت ليجن هنا، خدت البيراميدا اللي لسه هينقل، خدت البيراميدا اللي هينقل، بينما كرينا اللي بتاع نفس الناحيه يعمل لي كروس هيموبليجيا. هاخد الفيشيال نعمل مولر جوبلر سندرومات بقى، كل واحد يصحى بدري يروح حاطط اسمه على واحد حسب الكرينا هيموبليجيا بلس، هيموبليجيا بلس. بس الهيموبليجيا بلس ايه؟ عكس الفيشيال، عكس الكرينيا. حاجه اقول لك ما الفرق بين مولر جوبلر هو كروس هيموبليجيا اللي واخده الفيشيا، تمام؟ وكبسولر. تقول لي انت بتخرف، ايه اللي جاب ده؟ الكبسولر الفيشيا اللور فيس وفي نفس الناحيه، بينما البرين ستيم فيشيا كله لور موت والهيموبليجيا من حتى هنا. ده الفيشيا متاخد كله اللي واخد النيوكليوس بقى لور موتور فيشن. بقى عندي كلمتين ممكن تتسال فيهم ويقرفك الممتحن. تعرف يا ابني حاجه اسمها ابر موتور فيشن؟ تقول له اعرف. لو واحد عنده هيموبليجيا كبسول الفيشن هيروح اللور فيس بس، ابر موتور. يعني البيراميدال اللي رايح للنيوكليس راح، الابر بارت واخد بايلاترال ما تتفضحش، لكن اللور بارت يتفضح، تمام؟ بينما اللور موتور فيشن النيوكليس او النيرف. في الحالة دي ايه اللي خدته؟ النيوكليس. خلاص بقى عندي لور موتور فيشيال مع بيراميدال الناحية التانية. واضح؟ كل بيراميد كل البرين ستيم بهذا المنظر. يبقى وات از برين ستيم هيموبليجيا؟ ات از كروس هيموبليجيا. كروس
كرينيال نيرف على ناحيه وهيمفيجا على الناحيه الثانيه، والامور واضحه جدا جدا جدا. ادي ثلاثه، يبقى خلصنا سته. اظن الكلينيكال بيكشر واضحه جدا عندك جدا. فاضل مين؟ سباينال هيموبليجيا. السباينال هيموبليجيا لاول مره هنقول ان الليجن ناحيه الهيموبليجيا، انا خلاص عمل كروسنج يعني ضربت السباينال كورد هنا هتبقى الهيموبليجيا، بينما لو ضربت الانترنال كبسول هنا هتبقى الهيموبليجيا ناحيه ثانيه، صح؟ لان خلاص البيراميدال قلب وجه الناحيه الثانيه. وات از ذا كاركتر؟ تعال بص على السباينال كورد. ادي السباينال كورد، ادي البيراميدال نازل. ده البيراميدال ده كان فين؟ كان الناحيه الثانيه، واضح؟ وادي حاجه اسمها لاترال سباينو سلامك. لاترال سباينو سلامك كاركت اهو، ده شال السنسيشن من الاوبوزيت سايد. اللاترال سباينو سلام اختراف بتاع اليمين شايل احساسي من الناحيه الثانيه بس قد سيم ليفل، يعني درماتوم مثلا رقم 5 يخش يكروس على طول ويروح طالع. خلي بالك السنسيشن طالع والموتور نازل، ده بيطلع سنسيشن عشان احسها ما تسرحش يا جحش، تمام؟ وعندي حاجه اسمها بوستير كولوم اهو نفس الناحية. انا قطعت الثلاثة دول، قطعت الثلاثة دول، جبت سكينة ورحت قطع لك السباينال كورد نصه، ما هو لو كله بقى كوادريبليجيا، الأربعة اتشالوا، أنا عايز هيميبليجيا، هيميبليجيا يبقى هيمي سكشن أوف ذا سباينال كورد، يبقى بعمل إيه؟ هيمي سكشن، اللي هو اسمه براون سيكار سندروم اللي خدتوه في الفسيولوجي، تمام؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ثلاث مصائب. باراليسيس، جميل، فين؟ نفس الناحيه، يبقى ابسي لاترال باراليسيس. ابسي يعني في نفس الناحيه. هيموبليجيا ات ذا سيم سايد اوف ذا ليجن، لاول مره هنقولها، لاول مره، تمام؟ طب والسنسيشن؟ قطعت هنا الناحيه الثانيه، لان هو جايب السنسيشن من الناحيه الثانيه وطالع بيها. اظن ده فرق كبير جدا بين الكبسولر والسباينر. الكبسولر عنده لوس اوف سنسيشن ات سيم سايد اوف هيموبليجيا، بينما السباينر عنده اوبوزيت هيمينسيزيا اوبوزيت ذا هيموبليجيا. فاهمين؟ واحد يكلمك بالتليفون يقول لك يا دكتور انا اتشليت، تقول له الف مبروك عقبال المدام والاولاد ان شاء الله كلكم تتشلوا كده وتبقوا حلوين. يقول لك بس حاجه غريبه قوي يا دكتور، في واحد دكتور كتب لي حقن. قال له جميل جدا، الحقن حلو قوي في الشلل، يا سلام، احلى حاجه في الشلل الحقن. يقول له بس ليه اديني الحقنه في الناحيه المشلوله حسيتها وفي الناحيه السليمه ما حسيتهاش؟ تقول له اقسم بالله العظيم انت براون سيكار سندروم. الناحيه المشلوله بيحس بيها والناحيه السليمه ما بيحسهاش لان داخل عمل كروس. وعنده لوس اوف ديب سنسيشن اللي هتكلم عليها المره الجايه، اللي هي تندون سنس ومسل سنس وسنس اوف فايبريشن. ليه؟ عشان البوستيريور كورن اتقطع. يبقى انا قطعت ثلاث حاجات مهمه جدا جدا في السباينال كورن: البيراميدال هيميبليجيا، اللاترال سباينو سلامك اللي شايل السنسيشن من الناحيه الثانيه يديني هيمينسيزيا اوف ذا اوبوزيت سايد، وبوستيريور كولم اللي هتكلم عليه المره الجايه اللي هي ديب سنسيشن. الديب سنسيشن بتاعنا ادي الليفل اوف هيموبليجيا، قلنا سبعه ليفل. كورتيكال حافظه؟ مش حافظه. حيما سب كورتيكال حافظه؟ قولي لايف كورتيكال. كبسولا خمس خمس حاجات قلناهم مهمين جدا. كبسولا هي اللي جالك في امتحان، لو جالك حاله هيموبليجيا فهي كبسولا. وبرين ستيم اسمها ايه على بعضها؟ كروس هيموبليجيا. وسباينال هيموبليجيا براون سيكار سندروم، سهل جدا جدا. هي دي المحاضره. بعد كده نتكلم بقى وات از ذا ايتيولوجي اوف هيموبليجيا، اي حاجه. فاسكولار، يا ثرومبوزس، يا امبوليزم، يا هيموج. يا واحد شوريان جات له فيه جلطه. حسب بقى كورتيكال ولا سب كورتيكال ولا كبسولار ولا برين ستيم ولا سباينال، الله يعلم. هيموج، امبوليزم، اي حاجه.
انفكشن ماشي. عنده ابسيس جه في الحته دي مفيش اي مشكله. تروما ماشي. انا اللي شفتهم براون سيكار في حياتي اللي هو هيمي سيكشنز ريبورت اتنين في حرب اكتوبر. كنت مشترك في حرب اكتوبر جالنا اتنين واخدين شظيه في الرقبه حالتين اللي كانت اللي اتفرحت بيهم كانوا تيبيكال سباينال هيموبليجيا تمام. يبقى اللي تيرش اي حاجه اي حاجه في الدنيا تعمل كده. تيومر يعمل يس فين في اي حته. عايز كورتيكال تيومر ماشي. سب كورتيكال كبسول برين ستيم. اهم حته في المحاضره الليفلنج تمام. ثم الدنتيوش انفستيجيشن هنعمل له ام ار اي وسي تي سكان بعد كلينيكال اكزامينشن طبعا هيقول لي التشخيص ايه. تريتمنت سهل جدا جدا هتعالج السبب. مش معقول واحد عنده تيومر وحد يقول لي ده ضغط. مش معقول واحد عنده ضغط اقول له روح اعمل جراحه. فهنعمل التريتمنت على قد بس. الفيزيوثيرابي از فيري امبورتنت. يعني ايه فيزيوثيرابي؟ يعني بحافظ على البلك اوف ذا ماسل لحد ما العين يخف. اذا خف اذا خف سهل الهيموبليجيا فعلا دكتور. يعني ده معناه ان ممكن يبقى الانجري ريفرسبل. ريفرسبل يس لو جراحه. في حاجه هقولها لك بس ما تتعقدش. اوعى تتعقد. خلايا الجهاز العصبي هي الخلايا الوحيده التي لا تتجدد. اتضربت خلصت. الهارت يتجدد، الليفر يتجدد، المصل الجلد يتجدد. خلايا الجهاز العصبي هي الخلايا الوحيده التي لا تتجدد. عشان كده دايما نضحك على مين؟ زمايلنا تقول نيورولوجي. قول يا ابني الكلب انت بتعمل حاجه. يا ابني الكلب انت بتعمل حاجه. عين مشلول خلاص خلص مشلول. تقول لي اعمل علاج طبيعي. طب انا اقول له كده انت عايز تاخد فلوس من العين جاي هتاخد فلوس عشان اقول له يبقى اعمل علاج طبيعي. يا حلو انت خلص 50 جنيه.